في أعماق التاريخ حيث تتلاشى الحقائق في غياهب الزمان تكمن أسرار لم يتم كشفها بعد. فهل تساءلتم يوماً إذا ما كانت حضارتنا هي الأولى التي تسير على هذه الأرض؟ أو هل كانت هناك حضارات أخرى فائقة التقدم سبقتنا بآلاف بل ملايين السنين؟ فقبل الحدث المعروف باسم الطوفان العظيم ازدهر نسيج رائع من الحضارات في جميع أنحاء العالم. لقد تركت هذه المجتمعات الغامضة وراءها بقايا دائمة لا تزال تثير فضولنا وتتحدى فهمنا للماضي. انضم إلينا في رحلة آسرة عبر الزمن بينما نستكشف الحضارات المفقودة في عصر ما قبل الطوفان ونتعمق في إنجازاتهم الرائعة وأسرارهم الدائمة. وكل حضارة من تلك الحضارات سوف نقوم بعمل سلسلة من الفيديوهات المفصلة لكل منها، لذا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم منا كل جديد. في الوقت الذي تنتشر فيه الحضارات الحديثة عبر جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية، يجمع العلماء على أن مهد الحضارات الأولى يقع في ربوع العراق ومصر والهند والصين وبيرو والمكسيك، وذلك في فجر التاريخ الحديث ما بين 4000 و3000 سنة قبل الميلاد. ففي فجر الزمان حيث تتدفق مياه دجلة والفرات العذبة نشأت حضارة عظيمة في أرض الرافدين، مهد الحضارات وملتقى الثقافات. هنا في قلب العراق وبلاد ما بين النهرين مثل سوريا وتركيا وإيران كذلك، حيث يقعان في تلك المنطقة، تفتحت أزهار المعرفة والعلم وتجلت عبقرية الإنسان في أبهى صورها. تلك الأرض الطيبة التي شهدت ولادة أولى المدن الحضرية كبابل وآشور وأكاد كانت مسرحاً لإنجازات باهرة في فنون القراءة والكتابة وعلوم الفلك والزراعة وأصول القانون والرياضيات والهندسة المعمارية. وعلى الرغم من النزاعات التي لم تهدأ، إلا أن السومريين بناة الحضارة نقشوا بأيديهم القواعد التي سارت عليها البشرية جمعاً. كما يقول العالم كينيث هار إن بلاد ما بين النهرين هي الشاهد الحي على أقدم حضارة حضرية متعلمة على وجه الأرض. وكان السومريون هم من وضعوا اللبنات الأولى لهذا الصرح العظيم، حيث كان العلماء والكتبة هم القادة والمدبرون والبقية يتولون الأعمال الشقة. ومن بين الإنجازات الخالدة لهذه الحضارة نظام الكتابة المسمارية الذي سطر شريعة حمورابي، وقاموا أيضاً بإنشاء نظام رقمي أساسي مكون من 60 رقماً، مما أدى إلى إنشاء دائرة مدتها 60 ثانية و60 دقيقة ودائرة 360 درجة، مما أسس مفهوم الدقائق والثواني والدرجات كما نعرفها اليوم. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل كان البابليون هم من قسموا السنة إلى 12 قسماً، ممهدين الطريق لليونانيين لتطوير دائرة الأبراج التي نعرفها الآن. دعونا الآن ننتقل إلى عصر 3100 قبل الميلاد على ضفاف النيل العظيم، حيث تتراقص أشعة الشمس على مياهه الفيروزية. ولدت حضارة مصر القديمة، تلك الإمبراطورية الساحرة التي حكمت بقبضة من حديد وحكمة لأكثر من 3000 عام. امتدت هذه الحضارة العريقة مخلفة وراءها أهرامات شامخة ومقابر مهيبة وأضرحة تحكي قصص الخلود وممارسات التحنيط التي تحاكي الرغبة في البقاء إلى ما لا نهاية. كما يروي هارل العالم الجليل في كتابه إمبراطوريات السهوب إن مصر القديمة قد أبدعت في استخدام العمالة لإقامة المعجزات المعمارية. فلم يعهد في التاريخ قوة تستطيع تجميع 100,000 رجل لبناء الهرم الأكبر في عام 2600 قبل الميلاد في مشهد لا ينسى ولا يضاهى. وما كان لمصر أن تترك بصمتها الخالدة دون مهاراتها الفذة في الزراعة والطب وتقاليدها الفنية الرفيعة في النحت والرسم. وقد أورثتنا الحضارة المصرية القديمة كنوزاً من الكتابة والرياضيات، حيث كانت الذراع وهي وحدة قياس تقارب طول الساعد الأداة الرئيسية في تصميم الأهرامات والمعابد الضخمة. وقد طور المصريون تقويماً دقيقاً مكوناً من 24 ساعة و365 يوماً، وأبدعوا في نظام الكتابة الهيروغليفية التصويرية التي تطورت لاحقاً إلى الكتابة بالحبر على ورق البرد. وفي نهاية عصرها الذهبي عندما غزا الإسكندر الأكبر أرض الفراعنة في عام 332 قبل الميلاد، أسدل الستار على حضارة مصر القديمة تاركة وراءها إرثاً يتحدى الزمان وأسراراً تنتظر من يكشفها.
دعونا نتساءل كيف يمكن لحضارات أن تظهر فجأة دون أي أدلة واضحة على تطورها التدريجي من المراحل البدائية؟ هذا السؤال يثير فضول العلماء والمفكرين منذ قرون. دعونا نأخذ الأهرامات كمثال، فهي تعتبر شاهداً قوياً على هذا اللغز. إن الإنجازات التي حققتها هذه الحضارات تبدو متطابقة مع حضارات أخرى في مناطق متباعدة، مما يثير التساؤلات حول مدى التواصل بين هذه الثقافات القديمة. فكيف لحضارات يفترض أنها تعتمد على الأدوات الحجرية أن تتمكن من دراسة الكواكب وحركة النجوم وبناء مدن بدقة هندسية تفوق قدراتنا الحالية؟ فنحن لا نزال غير قادرين على بناء هياكل معمارية تضاهي عظمتها. لقد تم اكتشاف آلاف القطع الأثرية التي تكشف عن تقنيات متقدمة للغاية في مواقع متعددة حول العالم، مما يشير إلى أن الأرض كانت تخضع في فترة ما لنموذج تقني موحد ومتفوق. هذه التقنيات المتطورة شملت مجالات عديدة مثل الفلك والرياضيات والطب والمعادن، بالإضافة إلى تقنيات البناء والميكانيكا وصناعة الملابس وتوليد الكهرباء باستخدام الأهرامات. ولا يمكن تجاهل الأدلة التي تشير إلى وجود معرفة متقدمة في تلك الحضارات، مثل نماذج الطائرات التي وجدت في حضارة المايا والنقوش المعقدة في مصر القديمة. هذه الأسرار المفقودة تثبت وجود تقنيات قديمة متفوقة على ما نملكه اليوم. دعونا الآن ننتقل من الحضارة المصرية العظيمة إلى حضارة أطلانتس، والتي تعتبر واحدة من أشهر الحضارات الضائعة في التاريخ، حيث حفرت قصتها خيال البشر لآلاف السنين. فمنذ كتابات الفيلسوف اليوناني أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد، ظلت أطلانتس رمزاً للثقافة المتقدمة والكنوز المخبأة والغموض المحيط حولها. ففي كتابية مايوس سوكريتياس نسج أفلاطون حكاية أطلانتس، ذاكراً أنها كانت جزيرة ضخمة تعادل قارة في الحجم تقع في المحيط الأطلسي، وصفها بأنها كانت غنية بالموارد الطبيعية ذات تقنية متقدمة ونظام حكم عادل. وفقاً لأفلاطون وصلت أطلانتس إلى ذروة قوتها وثرائها، لكن شعبها غرق في الفساد والجشع. فغضبت الآلهة وأرسلت زلزالاً مدمراً وتسونامي هائلاً ابتلع الجزيرة بأكملها في يوم وليلة. ولكن في رأينا نحن نرى أن تلك الحضارة إذا كانت موجودة فإنها اختفت أيضاً نتيجة ابتلاع الطوفان العظيم لها. ولقد ذكرنا جميع تفاصيل أطلانتس في فيديو مفصل عنها سوف يظهر في أعلى الشاشة أو في صندوق الوصف. وننتقل من حضارة أطلانتس المفقودة إلى الحضارة الهندية، حيث تتمايل أشجار البانيان تحت نسمات الهند العتيقة، حضارة وادي السند. هنا حيث الدين والأدب والعمارة يتحدون ليخلقوا نسيجاً متيناً من الثقافة، تجلت أفكار التناسخ والنظام الطبقي، وهما الركيزتان اللتان شكلتا النسيج الاجتماعي الهندي حتى يومنا هذا. وكانت في هذه الأرض السلام على خلاف الحضارات الأخرى التي عرفت الحروب والصراعات، وبرزت حضارة وادي السند كنموذج للتنظيم والتخطيط الحضري، بمنازلها المصنوعة من الطوب المحروق وشوارعها المتقنة وأنظمتها المتطورة للصرف الصحي والمياه. تعد هذه الحضارة شاهداً على براعة الإنسان في إدارة الموارد والعيش المشترك. قدم الباحث الإنجليزي جون دانا دلائل علمية فريدة أثارت جدلاً واسعاً، وأقنعت الكثيرين أن الحضارة الإنسانية لم تبدأ قبل 10,000 عام فقط كما تدلس الأوساط العلمية، بل امتدت إلى عشرات الآلاف من الأعوام تصل ل100,000 عام. وظهر اكتشاف يؤكد كلام الباحث جون بأن الحضارة نشأت قبل ما ترويه الرواية الأكاديمية بعشرات الآلاف من الأعوام. كان هذا الاكتشاف واحدة من أقدم المدن السبعة في الهند، وعلى عمق 131 قدم تحت سطح البحر. في خليج دواركا عثر على مدينة دواركا التي كان يعتقد أنها ليست سوى أسطورة وحكاية شعبية، إلا أنها ظهرت وكشفت ما تحويه من قصور مصنوعة من الذهب والفضة، وتميزت بعمارتها المدهشة وهندستها الفائقة. ومع ذلك لم تدم هذه الحضارة إلى الأبد، فقد انهارت حوالي عام 1700 قبل الميلاد، وتتعدد الفرضيات حول سبب زوالها، من تغير المناخ الذي أجبر السكان على الهجرة إلى الحركة التكتونية التي ربما أدت إلى جفاف نهر ساراسواتي، وحتى الفيضانات العظيمة التي قد تكون قد محت معالمها. ومن الهند إلى الصين في قلب آسيا،
حيث ترتفع جبال الهيمالايا كحراس أبديين، وتموج صحراء جوبي بأسرارها الخفية، وتتدفق مياه النهرين الأصفر واليانغتسي بعزم، نشأت الحضارة الصينية العريقة. هذه الأرض التي كانت محصنة بشكل طبيعي ضد الغزاة شهدت تطور 4 سلالات عظيمة، شيان وشانغ وشو وتشين، التي حكمها أباطرة بحكمة وقوة. في هذه الحضارة ولدت ابتكارات مذهلة مثل النظام العشري والأعداد والمطبعة، التي أتاحت نشر أعمال عظيمة مثل فن الحرب للكاتب لسون تازو، وهو كتاب يدرس حتى اليوم لأهميته البالغة في فنون الاستراتيجية والقيادة. وكما بنى المصريون الأهرامات، استطاع الصينيون القدماء تحقيق إنجازات هندسية رائعة مثل القناة الكبرى في القرن الخامس التي وصلت بين النهرين الأصفر واليانغتسي، وسهلت حركة الجيوش والبضائع عبر الإمبراطورية الواسعة. ومن الجدير بالذكر أن الصين القديمة كانت رائدة أيضاً في الطب والفلك، حيث ابتكروا الوخز بالإبر وتقويماً دقيقاً يعتمد على حركة الأجرام السماوية. ولم يقتصر تأثيرهم على العلم والتكنولوجيا فحسب، بل امتد إلى الفنون، حيث أبدعوا في الخط الصيني والرسم والخزف، مخلفين وراءهم تراثاً ثقافياً غنياً. ويقول هرل العالم البارز في تاريخ الحضارات: وربما تكون الصين الدولة المركزية الأكثر نجاحاً في تاريخ البشرية، وفي أوقات كثيرة كانت بلا شك من أعظم الحضارات على وجه الأرض. ولكن أيضاً هل تعلم أنه في الصين يحظر الاقتراب من صروح الأهرامات ولا يسمح بدراستها؟ وتم إعلانها أنها منطقة محظورة لأسباب مخفية لا يعلمها أحد. كل ذلك يدل على إخفائهم للتاريخ المحرم. ولم يقف الأمر ها هنا، ففي اليابان تم اكتشاف أهرامات أطلق عليها اسمه يوناجوني، وتعني إطلالة الغواصة، وتتشكل على هيئة مدرجات ثلاثية الشكل يوجد بها العديد من الهياكل الحجرية، وتعود إلى 12,000 سنة. وباستحضار هذه الأهرامات مع أهرامات الصين وأمريكا الجنوبية وأنتاركتيكا ومصر والسودان، وكذلك أعمدة الكوارتز المنتشرة في بلاد الشام وروما القديمة واليونان، هل تعتقد أنها مجرد زينة وصدفة؟ أم أن الإثباتات العلمية التي قدمها الباحث الإنجليزي دان بوصفها أبراج لتوليد ونقل الكهرباء قبل أكثر من 10,000 عام هي الحقيقة؟ ويوجد دليل على ذلك في معبد دندر المصري، حيث تظهر النقوش مصباح كبير يشبه المصابيح الكهربائية الحالية والتي أضيئت بها مصر قبل أكثر من 8,000 عام. ومن الصين إلى أعماق الأنديز، حيث تتنفس الأرض أسرار العصور القديمة، وجدت بيرو مهد حضارات عظيمة تعاقبت على نسج خيوط التاريخ. من تشافين إلى باراكاس، من نازكا إلى هواري، ومن موتشي إلى الإنكا، كلها ثقافات أرست دعائم المعرفة في علم المعادن والسيراميك، وابتكرت في الطب والزراعة بطرق تفوق الزمان. ومن بين هذه الحضارات برزت إمبراطورية الإنكا كجوهرة التاج، تمتد من أعالي كولومبيا إلى أعماق تشيلي، متوجة بمدينة ماتشو بيتشو الأسطورية، التي تحكي قصة شعب عرف كيف يتحدى الجبال ويعانق السماء. لم يكن للإنكا نظام كتابة كما نعرفه، بل كانت الصور والرموز هي لغتهم، وكانت العقد الصغيرة أو الكيبو هي دفاترهم المحاسبية. وعبر الطرق المرصوفة التي تمتد عبر الوديان والجبال، كانت تتحرك قوافلهم تربط المدن بشبكة من الحجارة. وفي الزراعة أبدعوا الإنكا في تقنيات الري والتراسة الجبلية، وفي العمارة صمموا معابدهم وقصورهم لتقاوم زلازل الأرض وتحتضن أسرار السماء. وقد أظهرت الاكتشافات الأثرية أن الإنكا كانوا أساتذة في النسيج والخزف، وأنهم عرفوا كيف يستخرجون الذهب والفضة ويشكلونها في تحف فنية تخطف الأبصار. وتوجد مواقع أثرية قديمة في تركيا وأستراليا وبلاد الشام، بالإضافة إلى غابات الأمازون، تكشف عن هندسة معمارية راقية لم يشهد التاريخ المكتوب مثلها سوى في العصر الحديث. ومن بين هذه الاكتشافات المذهلة، أعلن قبل عقود عن العثور على أهرامات بلورية عملاقة مصنوعة من مواد تشبه الكريستال، وأكبر ب3 أضعاف من الهرم الأكبر في الجيزة، وذلك على عمق 2000 متر تحت سطح مثلث برمودا. تم اكتشاف هذه الأهرامات باستخدام التصوير بالسونار، وأكد عالم المحيطات الحاصل على شهادة الدكتوراه ماير فلاك، الذي كان المشرف الأول على هذا الاكتشاف،
أن الأهرامات الكريستالية تحت الماء كانت تصدر طاقة أشبه بالوميض الأخضر ذو ذبذبات كهربائية، وهو ما يعتقد أنه يسبب حوادث الاختفاء في تلك المنطقة. وفي النهاية ونحن نقف على أعتاب العصر الحديث مسلحين بتكنولوجيا تبدو كأنها من أحلام المستقبل، لا يسعنا إلا أن نتساءل كيف استطاعت الحضارات القديمة بدون تكنولوجيا متقدمة تفوق التي نمتلكها اليوم أن تبني عجائب مثل الأهرامات والمدن العظيمة والطرق التي تعانق السماء والأرض. هل كانت لديهم معرفة فائقة أو تقنيات مفقودة لم نكتشفها بعد؟ وكما أشار مخترع الهاتف إلكسندر غراهام بيل، فإن ما نقوم به اليوم ليس إلا إعادة ابتكار لأجهزة قديمة وليس ابتكارات جديدة. ومن المثير للاهتمام أن هذه الرسالة لم تكن مفهومة للكثيرين في ذلك العصر، ولكن بعد كل ما تم ذكره يبدو أننا نفهمها جيداً الآن. لا تنسوا الانضمام إلى سلسلة جديدة ومثيرة سنقوم بإطلاقها قريباً، حيث سنغوص في أعماق هذه الحضارات العظيمة بالتفصيل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركوا هذه الرحلة مع أصدقائكم وعائلتكم لنكتشف معاً الفصول المفقودة من كتاب تاريخ البشرية. فلكل حجر قصة، ولكل رمز لغز، ولكل حضارة سر ينتظر الكشف. دمتم في أمان الله في الرحلات القادمة.